النهارده يا جماعه احنا في زياره لسوق اسماك جده، اللي هو سوق السمك المركزي ده اللي المفروض بيجيبوا السمك فيه من البحر مباشره، سمك طازه بتشتريه وبتبدا ان انت تجهزه بقى في المكان اللي انت عايزه. خلونا نتفرج على سوق السمك في جده. ما شاء الله احجام السمك هنا كبيره يا جماعه. طبعا اسماك بحر احمر. والله هو ما هوش اليوم بس حاجه نظيفه جيت اليوم شوفها حراق. يعني ممكن لا ده ايه ده؟ نوع حريق. هذا الحريق يفرق التجميد يفرق التبريد. ايوه هذا مبرد. لا كم ده؟ كم؟ هذا هنا 25 ريال. نهاية هذا نهاية والله 23 وده ايه؟ هذا حمور. لو كان ده 30 ريال كيلو 30 وهذا عمل كيلو في دنيس؟ لا دنيس ما في جاروس مسرح. هذا 12 ريال على راسه والله. هذا حقه هون. هذا كام العروس؟ هذا عنده 25 23. والجمبري اسعاره ايه؟ 70. بحر الجيزان هذا موسم الرعيد. مو مزارع بحري. طبعا اسماك بحر احمر كلها يا جماعه اللي هي بتبقى الوان جميله قوي كده زي ما شايفين. لا هذا النوع هو حريت، نوع من انواع الحريت. هذه هي اربع انواع. الاسود ده ما هو مرغوب. هذا ها هذا كويس ورمي في للقلي في للشوي. وايه الاحمر ده؟ هو الهامور ونقطة يسموه. يعني الاثنين دول هامور؟ ايه بس هذا الكذاب ما هذا هذا الحرير او هذا اللي مره حلو في القلي. احنا اصلا عائلتي كلها ما تاكل الا ذا النوع بس. ده اسمه ايه؟ حرير. حرير هذا ما موجود الا في البحر الاحمر فقط. يعني في اسكندريه مش موجود ده. لا ما هو بحر احمر بس هو اللي بقى ملون كده. كام الكابوريا؟ لو سمحت كابوريا كام يا واحد؟ يا واحد 20 ريال. ايه ولا استاكوزا؟ ولا استاكوزا كام؟ حمد حمد ايش يا جماعه؟ ايش يا لو سمحت 40 ولا 45؟ والجمبري؟ الجمبري 60. وده النوع اللي انت بتقول عليه اللي هو الاخضر ده اللي هو الحريق ده. والحريق كام يا؟ وده هامور برضو؟ لا لا هذا ايش هو؟ هذا شعور. هذا هامور. هذا هامور. وين اللي هو ماسكه ده؟ وش هذا؟ هذا كم كيلو؟ 60 كيلو. تمام. دي برضه استاكوزا بكام؟ كم استاكوزا؟ 50. لا هناك 40 هناك 50. انا 50 برضه. لا انت كيف في اجمل؟ في ذكر في معلش بيقول لك ايه؟ في ذكر وفي انثى. ذكر ب 40 وانثى ب 50. ماشي بس هو مش مبطرخه دي. مش مبطرخه. فاضيه. هذا كبير. اسماك البحر الاحمر هنا يا جماعه عامله شغل حلو قوي. يعني شو السمك قد ايه؟ اسمه ليراك. 20 الاسعار هنا بتختلف من حد للتاني. ايوه
انا سمعتها حريق انما هو اسمه حريد بالدال يعني. حريق 3 3 حريق 9 6 كم الكابوريا ده؟ كم كابوريا؟ كابوريا 25 نهاية كم كلفة؟ هذا كيلو 20 حلو هنجيب منه ده. ماشي جمبري كم؟ هذا 50 هذا 35 يا غالي. والاستاكوزا بكام؟ ده ايه ده بقى؟ هذا زي كده تنزح بالشام. هذا هو المزاد زي كده تيجي تشيل تشتري كده وبعدين تعرف البصل. هذا يا عمو هذا هذا جراح جراح ها؟ هذا جراح جراح رعدة هذا مليكة شعور مليكة شعور مليكة شعور. كم الكيلو ده؟ كم الكيلو؟ دلوقتي يعني ايه حراج سمك؟ حراج السمك اللي هو يجيب الصيادين اخر يعني على بداية الصبح ويسوي مزاد. زي قريب من مزاد السيارات. مزاد على السمك. ايوه. بالشكل. عبارة عن مجموعة سمك ما هم عارفين وزنها. فيربطوها مع بعض ويبيعوها. بالشيلة كده بال. بالشيلة. معنى كيه يقول لك هذه. زي كده الشكل. دي كده. هذا زي كده يكون مزاد. بالشكل. اشتروها هذول من الصيادين. بعدين يبداوا يبيعوها بالكيلو. بتكون ارخص بكثير من هنا. بس لازم تيجي بعد صلاة الصبح. لازم بعد صلاة الصبح مباشرة. والصيادين راجعين. الساعة 6 انت هنا. متى ما زاد يصبح؟ خلاص بعد صلاة الظهر. قبل الصبح. بكم الاستاكوزا وكم الجمبري؟ يا باشمهندس في المزاد 100 و100 بعد صلاة الفجر وبعد صلاة الظهر. بعد صلاة الفجر وبعد صلاة الظهر المزاد وبالشكة صح؟ بالشكة. طيب بكم الاستاكوزا وكم الجمبري؟ الاستاكوزا كيلو 40 ريال والجمبري انت كان الجامبو 70 والوسط 60 والصغير 30. والاستاكوزا بكام قلت 40؟ 40. بس انت في المزاد دي بقى صلاة الظهر يخلص بسرعة اسرع من المساء واحد عشان يجيبوا على الجدة عادي. دي سمكة لسه حية يا جماعة. نوع ايه دي؟ امور؟ انا شايف ان السمك كتير بيقول عليها امور. انواع وده ايه؟ شعور. بكام الكيلو ده؟ 60. وده؟ ده نوع ايه؟ ايه؟ ايش نوع؟ حمود 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 نمبر 1 هنا مع لا ابا نقطة. ايوه هذا هو حمود نقطة. شعيبة؟ شعيبة. كده 150 ريال. كده 150 هذه هنا 100. ده نوع ايه ده؟ كامل 100 هذا 100. ده نوع ايه اسمه ايه؟ هذا حريد وهذا حريد. هذا حريد وهذا حريد. هذا نوع ده. دي سجان دي بكام دي؟ كله 120. ايش نوعه؟ سجان. سجان صح؟ اي عندنا عارفها اسمها سجان عندنا برضه. بيقول لك كيلو ب 120؟ 120. 120 لا مو كيلو كل ما. ده لا كيلو بكام؟ كيلو بكام؟ لا ما يبيع هذا زي الشكه كده كامل كامل يعني الطبق ده ب 120. ايوه ايش ايش يطلع؟ انت حظك شو زي كده هناك شوف قاعد ينزل له الشكه. ايش يبغى هذا ب 120 كم كيلو هذا؟ زي ما يطلع كده كامل. ايوه شوف كم يطلع كيلو انت حظك. فهمت فهمت.
ها وده يورينا كده بابا. ده نوع ايه ده؟ ده اسمه ايه؟ هذا ايش اسمه؟ هذا جهاد سهل. صح؟ صح. مرحبا. ايه؟ مرحبا. هنا هنا مرحبا. هذا السمك بتاع البحر الاحمر يا جماعه دايما بيتميز بالوانه الجميله ما شاء الله يعني. يعني شو السمكه تبارك الخلاق فيما خلق يعني شايفين؟ شوف فيها كام لون؟ انت ممكن تتعلم منها توزيع الالوان. اول مره اشوف حاجه بالجمال ده. ايوه حريت ما يبقى؟ حريت اسمه كده ملون. لا هذا ما بقول لك ايه؟ بقول له ليه الحريت هذا من اول؟ يقول لي رب هذا فازيا رب لا ما شاء الله. شايفين بقى السمك العملاق ده؟ هو برضه عشان تتخيلوا حجمه ده مثلا ايدي عند الديل اهو. ده هامور برضه يا بابا. حاجه هامور صح؟ يا عم هامور هذا. ايوه الصناره اللي هو متصاب بيها اهي. يعني كم كلام؟ سبعين. وده حليب بس كبير مثلا؟ ايوه حليب. انت كلام سبعين. كم الكيلو فيه؟ كم هذا كم؟ هذا 250. زي ما هي كده. زي ما هي انت وحظك الكيلو. عايش. ده لسه حي ده. حليب. سوري هامور. ده هامور. الهامور ده انا اكلته في الكويت كان جميل قوي. في سردين اهو. كم السردين؟ 5 ريال. وده ايه نوعه ده؟ ده ايه ده؟ نوعه ايه؟ اسمه ايه؟ ايش؟ باغا. باغا؟ باغا؟ باغا باغا باغا. بكام ده كيلو؟ 10. وده؟ 15. وده برضه نفس النوع بس اكبر؟ وده ايه ده نوع ايه ده السمك ده؟ ايه؟ ايه؟ بنوك. بنوك كبير بكام وصغير بكام؟ كابتن ده حبه 50 جنيه. ما شاء الله خير البحر الاحمر. سوري بكام الاستاكوزا؟ 60. 55 ليلة. هذا 55. التنوع هنا في الاسماك كبير قوي قوي ما شاء الله. دي استاكوزا كبيره شويه. هنشوف دي بكام. بكام الاستاكوزا؟ ايه؟ 60. كم الجمبري؟ 70 ريال. كبير هذا. ايه؟ تمام تمام. الحمد لله بني. تمام. وهنا اخيرا لقينا الايه؟ الحاجات اللي احنا نعرفها. ده بلطي بس طبعا لونه هنا غامق شويه ممكن يكون قريب للمكان او الارض اللي هو عايش فيها لان هو بيبقى مموه على حسب الارض اللي هو عايش فيها. فده البولت اهوت ودي الجرانه اللي احنا عارفينها او البوري بتاعنا. كام البوري ده؟ 25. والبولتي؟ 25. انت مصري؟ انت مصري؟ اه. يعني ده 25 وده 25. ده نوع ايه ده؟ انا تنعب. ايه؟ تنعب تنعب. بيقول ايه؟
كان عجيرك كان عام اول مره تشوفه. الفرشه دي بقى السمك اللي فيها تقريبا كله مصري، والراجل ده مصري. منين في مصر؟ منين في مصر؟ اجدع ناس. منين؟ منوفي. منوفي اجدع ناس يا عم. بكام البلطي وبكام الدنيس؟ 35. الدنيس ب 35 والبلطي 23. والبوري ايه؟ 28. 28 سهيلي 10 ريال. الله يوسع عليك الرزق يا رب. بكام البلطي الصاحي ده يا انور؟ 25. الصوره بتاعته ب 10. والصوره ب 10. منين يا انور؟ كفر الشيخ. اجدع رجاله. الله يكرمك يا رب. السمك كله صح اهو ما شاء الله. طيب دلوقتي يا جماعه احنا جبنا واحده حريد صح اللي هي الملونه دي، وواحده هامور صغيره كده، وهنيجي بقى عشان ننضفهم. دي بقى الاسعار بتاعه التنظيف. دلوقتي اشترينا ووصلنا لمرحله المطعم بعد ما اشترينا ونضفنا جوه. والفكره هنا يا جماعه ان وزاره البيئه والميه والزراعه اللي انتم شايفينها هنا دي بتراجع على كل المكان هنا، على نظافته، على الشهادات الصحيه للناس اللي عاملين هنا. دي الاسعار بقى. السعر هنا شامل الضريبه. ودي كانت النتيجه النهائيه بعد شويه التجهيز. الاكل ما شاء الله ولا قوه الا بالله، حاجه في منتهى الجمال تستاهل بقكم. يلا بسم الله اتفضلوا معانا. بكده احنا خلصنا زيارتنا النهارده لسوق الاسماك في جده او حراج الاسماك. انا استغربت الاسم لان انا اعرف الحراج ده السيارات، بس هو طلع كمان الاسماك. الفكره هنا ان المكان كان مميز جدا. اول حاجه لفتت انتباهي ان هم عاملين موقف سيارات مغطى بره، بحيث ان كل السيارات الناس اللي جايه تشتري تلاقي مكان تركن فيه. دي حاجه كويسه قوي، ده حسن تنظيم يعني. تاني حاجه بتدخل السوق انت قدامك كل الاسماك بكل انواع، وطبعا اسماك بحر احمر، فطبعا شفنا تنوع كبير جدا في الوانها واحجامها، وما شاء الله جميله جدا. بالنسبه للاسعار فهي الاسعار مناسبه لعملة المملكة، يعني انت لو بتحسبها بالعملة بتاعت المملكة فالاسعار تعتبر جيدة قوي. اما لو هتحسبها بقى بعملة تانية فهنا يبدأ يجي الفرق، بس طبعا كل دولة بيبقى لها العملة بتاعتها اللي بتعمل بيها. الحاجة المهمة التانية كمان ان في فصال، يعني انت اي حد هتيجي تشتري منه يقول لك 60 قول له 50، يقول لك 50 قول له 40. وطبعا الفضل في ان عرفت المعلومة دي لاخونا ماجد. ماجد من شباب مكة المحترمين جدا المؤدبين جدا، راجل بقاله يومين تعبان معايا، فطبعا بشكره الشكر لله على تعبه معايا، واشكره ان هو وداني اماكن جميله جدا ما كنتش عارف عنها حاجه. طبعا في مثل حتى بيقول اهل مكه اضرب شعبها، ففعلا هو ابن البلد هو اللي عارف الطرق بتاعتها. الحاجه كمان المهمه وعجبتني قوي ان هو بالنسبه للسمك انت بتفصل عادي مفيش مشكله، انما بالنسبه للتنظيف بتاع الاسماك وبرضه مخصصين له جزء لوحده. الجزء ده بحاطط لك الاسعار ثابته وبالضريبه بتاعتها بكل حاجه، ودي اسعار ثابته والعمال جوه بيشتغلوا برضه باسعار ثابته. طبعا الحاجات دي كان مكتوب ممنوع التصوير، فانا احترمت المكان. الفكره ان انت بتدفع الوزن بتاعها وبتدخل في عامل بيروح جاي منظف لك السمك بتاعك ومظبطه لك وانت واقف، تاخده وتمشي. تاني حاجه بعد كده بتبدا ان انت تروح بقى للمطعم اللي بيجهز لك السمك وبيشويه او بيعمل ايا كان او بيقليه او ايا كان، ورز وسلطه وحاجات كده. الفكره هنا برضو ان هم حدد لك اسعار ثابته، والدوله هي اللي متدخله في الكلام ده، يعني الدوله هي اللي محدده اسعار ثابته للشغل ده، بحيث برضو ان ما يبقاش في بند ان حد يضحك عليك. طب ليه السمك مش محدد؟ السمك مش محدد لان بكل بساطه في انواع كتير واوزان وحاله وبتاع، فهم سايبينه كده ايه على المشاع. يعني انت واجتهادك، انما الحاجات التانية اللي هم بيقدروا يسيطروا عليها ففعلا مسيطرين عليها، والموضوع جميل جدا. الحاجه المهمه برضو نظافه المكان، المكان نظيف ومتنظم كويس، المعامله كويسه من الناس، معامله محترمه. من الحاجات المهمه كمان بقى في اللي مسيطر على الكلام ده كله او بيتابع الكلام ده كله اسمها وزاره البيئه والزراعه. وزاره البيئه والزراعه، وزاره البيئه والزراعه بقى هي اللي مسيطره على القصه دي كلها، حاجه في منتهى الجمال. كل اللي موجودين كل واحد هتلاقيه واقف في بادج كده ان هو تم فحصه
صحيا، وان هو يعني بحاله صحيه جيده، ان هو مثلا ما بيتقلش امراض ما بيعملش حاجه. فطبعا دي من الحاجات الكويسه، وان هم بيتابعوا المكان، وكل محل موجود اخد تصريح برضو من الوزاره بعد ما كشفت عليه وبيراجعوا على المكان. المكان كويس جميل حلو على البحر مباشره. زي ما انا عرفت ان هو بيبقى فيه حلقتين، الحلقه دي يعني المراكب وهي داخله بتبدا انها تبيع بالشيله كده او بالشكه يسموها بالشكه، اسفها بالشكه. ده بتتعمل الفجر وساعه الظهر، صح كده؟ دول بقى بتجيب منهم قبل الظهر بساعه وبعد اذان الفجر. الفكره هنا ان انت في الوقت ده بتشتري باسعار رخيصه جدا وجميله جدا، وبتشتري بقى بالكميه يعني بالجمله يعني من الصيادين مباشره. من الصيادين مباشره طبعا تبقى ارخص واوفر، الا ان على جميع الاحوال فهو هنا بيبقى اوفر بكتير من انك انت تجيب من مطاعم. المهم رحله سعيده، اتبسطت منها، ارجو ان انتوا تكونوا اتبسطتوا منها وشفتوا اسماك وانواع واسعار. وبشكر طبعا لتاني مره اخونا ماجد، بشكر كل اهلنا في المملكه ان هم فعلا عملوا معانا الواجب وزياده، حسن ضيافه، كرم، طيبه اخلاق، كل حاجه كانت ما شاء الله عليهم ممتازه جدا، بنشكرهم عليها. وبنتمنى ان شاء الله ان احنا نكرر الزياره دي. شرفتنا ونورتنا يا حبيبي. الله يعزك يا رب. حبيبي ماجد، حبيبي الله يكرمك. السلام عليكم.